بالنسبة للويك إند فيد لوجيك، خلينا نختبر الأول الويك إند فيد كارير سيند. تمام، نعمل التايم ديلي بتاع الكارير ريسيف 5 سايكل، يعني حوالي 81 ملي، وخلينا نعمل الايه الدوريشن 10 سايكل عشان نفرق الاتنين. دوريشن ديلي البلس اللي هي زمن الايكو 10 سايكل دي في حدود 160 ملي. ماشي، لا خلينا برضو ايه نروح نحط الاوتبوت بالمرة عشان نبعت كل مرة واحدة. الاوتبوت عندي اللي هو الاي كي 309 اهو، ده الاي كي. زي ما قلنا الايكو مرتبط بالكارير ريسيف وعدم حدوث حال الكرنت ريفرسال وعدم حدوث برضو الزد 2. هو هنا بيعبر عن حالة عدم حدوث زد 2، ان الريلي مش شايف فولت، مش معناه انه لو حصل اي زون تاني غير زد 2 بيبعت. هو فعلا بيعمل كده، بس قصد الريلي انه ما يكونش فيه اي فولت الريلي شايفه. تمام، دي حالة الويك إند فيد. لو عايزين نختبر الزمانين مع بعض اللي هو الكارير ريسيف ديلي، تمام، او الايكو كارير سيند ديلي والايكو دوريشن تايم، هنروح نعمل هنا صفحتين الاثنين هيلسي مش مشكله، لان انا عندي هو مرتبط زي ما قلنا بالكارير ريسيف. الصفحه الثانيه هنعمل معاها ايه كارير ريسيف، الصفحه الاولانيه مفيش. تمام، بس في الصفحة التانية في نقطة مهمة جدا، ان احنا لازم نعمل التريجر ايه تايم اوت اونلي. تايم اوت اونلي ليه؟ لان احنا هنختبر الزمانين مع بعض. الحالة الاولى اللي هو الستارت من اول ستيت 2 لحد ما الكونتاكت يقفل. تمام، دي ايه؟ دي الكارير ريسيف ديلي او الكارير سند ديلي اللي ليكو سند ايه ديلي. تمام، ودي كده اول ايه اول اوبوت هيطلع لنا. تاني حاجة أو تاني زمن هنختبره اللي هو إيه الدوريشن بتاع الإيكو كارير سيند. هنعمل الستارت بتاعته من أول ما الكونتاكت يقفل لحد ما الكونتاكت يفتح. فبالتالي لو أنا كنت مستخدم هنا الباينري تريجر عشان يقفل الصفحة دي، فالزمن التاني ده عمره ما هيتحسب. فأنا لازم هنا معلمش على الباينري تريجر وبس أعمل الإيه التايم أوت. تمام، طبعا التينومينال هنا بكام؟ بحوالي ممكن نقول 100 ملي، والتينومينال هنا بحوالي 160 ملي. بس يبقى الزمن الاولاني اللي احنا قلنا اللي هي الخمسة سايكل بتاع الكارير سيند ديلي، تمام، الايكو سيند ديلي او الكارير ريسيف ديلي، الاثنين بمعنى واحد. تمام، التايم الاكتوال بتاعي 99 ملي، الخمسة سايكل اللي احنا قلنا بيعملوا حاجه و80، والدوريشن بتاع الايكو سيند البلصايه زمن البلصايه بكام؟ ب 165، لان ال 10 سايكل تقريبا بحوالي 160 او ازيد شويه. ماشي، ممكن نروح نعمل حاجه نخلي الايكو ديلي بزيرو ونخلي الدوريشن بتاعه بخمسة سايكل. فكده الزمن الاولاني المفروض انستانتينيوس اللي هو الديلي بتاع كارير سند، زمن الديلي بتاع كارير سند بتاع الايكو سند المفروض انستانتينيوس، والدوريشن بتاعها اللي هي زمن البلصي 5 سايكل، يعني حاجة و80 ملي. تمام، نروح كده نختبر. يبقى الأولاني instantaneous والتاني 81، ومدي بس هنا غلط لأن التينو من المختلف عن الأكتوال. تمام، ده لو عايزين نشوف الإيه الإيكو.
لو عايزين نشوف الايكو كارير سند. وزي ما قلنا ان الايكو كارير سند باي ديفولت بيطلع الديستانس كارير سند، عشان كده لما جينا اختبرنا الديستانس كارير سند حطينا كونديشن انه الديستانس كارير سند ما يطلعش الا مع زد 2 بي او زد 2 بي او زد 2 جي. تمام، بالنسبة للايكو تريب، فالتريب زي ما قلنا لازم يكون السيتنج، لازم يكون السيتنج معمولة هنايس. تمام، هنظبط الفيس تو فيس اندر فولتج على 80 والزيرو سيكونس خليها 30. تمام، وهنروح نعمل اساين للاوتبوت، هنعمل اساين للاوتبوت على الاي سي تي تي اللي هو الاوتبوت بتاعي بتاع الوك ان فيد. تمام، وبرضو نتأكد ان البلوبين لوجيك ديتكشن موجود في حالة الايه، حالة السيركت بريكر زي ما موجود في اللوجيك. تمام، والاختبار بتاعه برضو هيبقى من صفحتين زي كده. خلينا نعمل الصفحة التانية بدل الدايركت، خلينا لاين تو لاين عشان نشوف موضوع الايه الفيس تو فيس على 80 فولت. تمام، ففي الاول خلينا نعمل 81 كده، الفيس تو فيس اكبر من السيتنج فيس تو فيس اندر فولتج. تمام، فلو اشتغلنا دلوقتي المفروض ان هو ايه مش هيدرب ويكن فيد. تمام، ولو نزلنا بيه تحت التمانين نخليه مثلا 79 المفروض دلوقتي كده ان هو هيدرب اهو ادى تريب. تمام، ولو عايزين نشتغل بال الزيرو سيكونس فولتج يبقى اروح للسيمتريكال كومبوننت ومن هنا اهوت. طبعا هو السيتنج موجوده ايه 3 في نوت، 3 في نوت اكبر من نخليها هنا في السيتنج شويه قليله اللي هي 5، يبقى 3 في نود أكبر من 5. تمام، نخلي ده الايه الفينود نخلي هنا 1. ترب ليه عشان الاندر فولتج، خلينا نعلى بالاندر فولتج سيتنج نخليه مثلا بدل 80 نخليه 1 بحيث ان انا اتحكم بس عن طريق الزيرو سيكونس. تمام، فلو رحنا خلينا ده 1 زيرو سيكونس كده المفروض ما يشتغلش. تمام، ما فيش اي تريب. لو علينا ده خلينا مثلا 2 يبقى كده 3 في 2 اللي هي 3 في نوب 6 المفروض كده يشتغل لانه اعلى من 5 اهو اشتغل. يعني لو قلنا مثلا نخليه بواحد وتمانية على الرينج بالظبط، والمفروض ده 1.7 تقريبا كده اشتغل.
لو 1:30 المفروض ما يشتغلش. لو كده ما اشتغلش يبقى هو فعلا بيشتغل عندي 3 في نود ب5 فولت. تمام، ده كده الايه الوجه انفيد لوجيك، سواء السند او التريب.